لا لا ما هذه وين هذه وين هذه خفيفة والله خفيفة سلس صرص لا والله خفيفة خفيفة وإيش صار لك خفيفة أخوك الكبير يضرب بين متى ما يبغى أخوك الكبير أخوك الكبير صح الله ما أعرف أخوك الكبير عليكم ورحمة الله أيها السادة والأخوة الكرام أينما كنتم نسافر عبر المناطق والدول والمدن لا أبغى مقدمة يعني أحتاج مقدمة يلا مقدمة عندك والله السلام عليكم طيب وبركاته أهلا فيصل هذا دعم ذات ساعات والله ماني متحمس يبغى يتعود على وقت ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مقدمة نبغى مقدمة فيها حماس خلاص بدنت لازم عطني واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليتز أند جنتلمن هذه ناصر السلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوة السادة الكرام مقطع ميمز بعد تقريبا سنة كاملة آخر مرة أستاذ فيصل صورت ميمز قبل سنة فبعد مر السنة هذه قررت إني أسوي مع الأستاذ ميم فيصل قحطاني فيصل قحطاني أنت أخوي يا جماعة أيوه كبر والله إنك كبر ما شاء الله حياكم الله يا جماعة المقطع قبل سنة زي ما قلت لكم أبي أقول لكم حاجة واحدة فيصل يا جماعة الخير قرر اللهم لك الحمد انه يفتح له بزنس ناوي ان شاء الله انه يفتح له محل ايش فكرة ايش بعيني يصلح وش البزنس ما ادري قاعد اسوي خلاص قاعد اقول اي شيء في المقدمة اليوم مقطعنا ما في ضحك اذا ضحكت يا جماعة بقهقها مو هذه ما تحسن معروف نظام معروف هذه ما كيف مين اسمع والله انت بتسبت اليوم بذوقك تراني ما اضحك انا نادر تعرفني ما اضحك من قبل ما اضحك بشوف اسمع بك تقول لهم احمد اخوي دخل 5 مليون نبغى ندخل 6 مليون ممكن تشتركون شيء انا اخوي الكبير يبغى يدخل 6 مليون ممتاز باقي حوالي 900,000 قلي والله قلي لي والله استغفر الله دون حل بس حرام عليك والله العظيم حرام عليك كيف تبغى مقدم ما تشترك والله انا مسكين اقسم بالله انا مسكين يكد عشان اشترك اخي اللايك وعندك بعد اللايك حرام عليك تتابع مقطع تستمتع فيه تضحك فيه ولا تحط لايك ليه يعني ما بحط لازم كل ما تدخل تفوت اول شيء بزوره هو كود لازم تشوف سيك S6B always into مرحبا اعلان لا 50,000 ريال امانه 50,000 ريال المتابعين 50,000 ريال يلا يلا بحولهم عليك الان طيب يعني ثواني في بعضكم يا جماعه بيحسب اني اذا قلت 50,000 ريال اني قاعد اخليكم تقولون واو عشان الشيء يجذبكم لا 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 اختصر لك الموضوع قبل تقريبا شهرين جتني دعوه لحضور ايفنت لتغطيه تسليم جوائز مليون ريال للفائزين احمد مثل الكلام هذا اللي متابعني على السناب شايف طلعت لكم الصور ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك للفائز 100,000 فواز مرزوم السنة وكنت أحسب المبالغ هذه تجي للناس تعويضات أو يعني نقاط أو شيء يوم أشوف قدام عيني مبالغ تصرف للناس المشاركة أنت وحظك وش السالفة يا أحمد؟ السالفة باختصار تطبيق STC بلاي الكل يعرفه تكلمنا عنه كثير تبي تلعب مع أخوياك بطولات تبي تلعب أدور لك أخويا تبي تسوي بطولة في المكان هذا مناسب الآن حسابي يا جماعة توثق وقدام عينكم ما عندي إلا متابع واحد وأنا رجال قلت فضبط متابعيني خذوا هذه حسابي وحسابات باور كلهم توثقت الآن أبي منكم حاجة واحدة عشان تدخل بالسحب فقط الرابط اللي موجود تحت ما أبي منك إلا فقط سوي لي فولو إذا سويت لي فولو يا جماعة راح تدخلها تلقائيا على سحب بمبلغ 50,000 ريال وأنا شخصيا راح أشرف على هذا الموضوع بس كذا يا أحمد أيوة بس كذا زي ما تشوفها الصورة اللي قدامكم عليكم بشكل أنا ورايد تفتح التطبيق أول ما تشتغل مع التطبيق تكتب شونك إكس بونك أو عن طريق الرابط اللي تحت على طول يدخلك على حسابي تضغط على حسابي وتسوي متابعة وصلى الله على محمد على فكرة ترى حساباتكم وحسابي اللي في التطبيق نفس باقي مواقع التواصل الاجتماعي راح انزل لكم ميمز راح انزل لكم اشياء حصريه بغرد بتكلم فحتى انتم بعد تستفيدوا من هذا الشيء لان كلنا يا الجيمر بمكان واحد وبكذا تدخل السحب على 50,000 ريال والخير جاي ومو بس 50,000 يا جماعه ايضا في ايفنت مسوينا باور احنا كلنا يصنع محتوى باور مع الاداره مسوين حفله كبيره قريبا بنعلن عنها وراح ناخذ ناس من الناس اللي مسوين لنا فولو تاب تحت طولت عليكم شكرا لكم فكرة المقطع اليوم كالاتي انا واخوي فيصل بنكون تيم ما بنضحك نحاول ما بنضحك طيب الان هذا الديسكورد طالع قدامكم الديسكورد حقي اللي هو عبارة عن كل شيء عندي انا جيمينج راح نلعب من الديسكورد سيرفر خاص من الديسكورد ميمز من الديسكورد كل شيء بالسيرفر هذا رابطه تحت تاكدوا انكم داخلين ان في اشياء بتصير خلف الكواليس معكم انتم متابعيني فقط واللي بيصير الان ان انا وفيصل بنكون تيم على كل مره يضحك واحد فينا والثاني ما يضحك معاه يعني يخسره
راح ينجرد قلبه من اللي ضحك. يعني اذا فيصل ضحك وانا ما ضحكت بجرده، لكن اذا كلنا ضحكنا بتجيكم نقطه. اذا جبتوا 3 نقاط يجيكم بلاي ستيشن 5، اذا جبتوا 5 يجيكم جوال، واذا جبتوا 7 يجيكم بي سي. تجيبونها كلها تجيكم هذه الاشياء هذه كلها. كيف تجينا يا احمد؟ تاكد بس انك متابعني بتويتر وبتعرف كل شيء. نسمي بالله بسم الله. يلا البس سماعه. تذكر اذا ضحكت انا وانا ما ضحك، اذا واحد مننا ضحك بجلد الثاني. إيه. يعني حاول تضحكني اذا ضحكت انت. اوكي كمل اللي بجلدك جد قوي. والله انك ضحكت، استغفر الله. انت ضحكت وانا والله انك ضحكت، والله انك ضحكت. حتى انت ضحكت، والله انك ضحكت. انا ابتسمت، تعرف بالله انك ضحكت. ابتسمت. طيب حتى لو طلعت يعني انفاسك من قاعد تضحك. الاولى مسامحه، الاولى مسامحه. تمام. اول خطوه الحروف اي بي سي دي اف جي اتش ان. دقيقه والله جيتك، والله جيتك. ليه ضحكت والله تنجلد. اقسم بالله اقسم بالله تنجلد. والله ما صار. انا ما صغير والله، حرام. طلع ليش شراب؟ مش يبغى لهم عيال لابس واحده شراب واحده لا. عشانك اخوي، عشانك اخوي الصغير. ارفع بسرعه. قلنا اللي يضحك يخسر الثاني. ضحكت انت، انا ما ضحكت. خلاص نضحك كلنا نجيهم نقطه. الله الله عليك. ما ادري لا قويه قلت لي ضعيفه. ما ادري عادي عادي. قلت لي ضعيفه والله. ما تعود احمد. ما ادري عادي. ندرسك ان شاء الله. احنا نرجع. لا تاكل تايتن سونوكي. تكفى في حرق. اسكت طالع ما تحرق. يطلع واحد احس. يطلع واحد كذا. لكن شكلك طيب. هذه نقطة لهم طيب جد ما حد يثاني. واحد لكم، باقي لكم اثنين وتجيبون بلاي ستيشن. فيصل الصملة تكفى. انت تضحكني، انت ضحكت انا بضحك. ما اقدر امسك نفسي. صبالي قهوة. قهوة ايش يا ولد؟ بزر تراك. حرام والله مسكين اللي بالنص. ما له دخل يا عيالي بالنص. هذا تدخل، هذا قاعد ياكل. شوف شوف اكلنا بالنقمه. ما له دخل. عطاه بص عيون، والله عطاه بص عيون. ما شاء الله تبارك الرحمن. انجلت لعبته امونج بونج. اليوم وانا اتصفح اليوتيوب واتابع مقاطع فورتنايت لاحظت ان اللي ينزلوا مقاطع يعني بفله ليش مقاطعهم. طيب هذا انا. ايه عيد عيد عيد. وانت اصبر اليوتيوب واتابع مقاطع فورتنايت لاحظت ان كل اللي ينزلوا مقاطع مقطع كتب فله يوم. اي صبر صبر. ركان البطل ذا. ذا من ذا؟ فيصل يجي ذا. ايش صار يجي؟ ايوه هذا انا. لما تابعت مقاطعي لاحظت ان ابو فله ما ضربني ما ضربني ما ضربني. ليه ما ضربني؟ الله ياخذ قرطه سكين. هلو هذا اليوم يا جماعه قررت انه في مقطع اليوم راح اطلب المساعده. الله يا من جناني نبيك عند الريالي معانا افضل لاعب بفورتنايت بالشرق الاوسط. يا ساتر يا ساتر اكثر لاعب. والله رهيب مره. والله مبدع. نينجا حطهم بخلاط يطلع لك منو. احمد شنقي حبيبي. والله رهيبة. والله استاهل انجلد عليها. انا راضي استاهل انجلد وتستاهل تحط نقطة عليها. ما والله العظيم اني راضي. فيصل تكفى عشان والله عجبني. اقسم بالله والله عجبني تكفى. بس انت تدخل نفسك بسرعة بسرعة بسرعة. فكر يمضرب، فكر يمضرب بعد. تذكر بس يمضرب بعد. تذكر فيصل طلع طيب. تحب المسخرة هذه انت؟ ها؟ تحب المسخرة هذه؟ عرفت؟ اصيد جوك الحين انا. انا اصيده الحين. الحين اصيده.
خدعه ولا فك هل خدعه تتعلم ضحكنا كلنا مو مشكله لك تتعلم لا ها الحين سكوا ثلاثة عندهم بلاي ستيشن كذاب سوني 5 رقم 1 اي والله عندهم سوني 5 الحين ماني مركز يا طرفيك مسوي بث وبث ما فيه الا شخص واحد اسمه حسين شك شاي حسين حسين تغدى انت كلامنا ربكم لالا ها دلين يجيك باكستان شغلك بواب على الطريق وريك أتبع ضحكت والله فيصل والله بالمصعب انك ضحكت هي والله انك ضحكت والله والله انك ضحكت والله اقسم بالله انك ضحكت ورب المصعب ضحكت والله ثم والله تخبرنا عبد الحل بس الان طيب يعني عادي يبتسم يعني عادي يبتسم عادي يبتسم طيب انت توك جاي لا تسولف طيب يلا تذكر بتعورني بعورك صح تذكر هذا ها انا ما ابغى اشرب واشرب واشرب ما طيب يلا بسرعه بسرعة بسرعة ما ادري والله اني اتوقع اسمي سودت ايه جماعة الخير شفتوا هذا اللي فوقي ترى هذا اللي يسوي المقاطع هذا المنتج ايه منتج كل شيء منتج من عون والدين قوي لا 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 يعني مو من عون والدين يعني لا من عون والدين يعني لا لعب لعب مو لعب روب سفرتك تركيا على حسابي نزرع لك شعر شوفوا شعر احمد عيال يبي يحط يبي يحط مثبت شعر حط مزيل عرق عيال والله العظيم انه ودي تكفون يا اخي انا جيت ليش تضحك على اخوك ليش تضحك على اخوك اكمل مقطع والله جيتك والله طالع المقطع ها لك ضحك الحين احمد تكفون رحت والله انه حماس راح خلاني ربي سبحان الله صليت الفجر اليوم مرتين يا اللهم لك الحمد يا ابوي مرتين وشو مو بلعبه ترى وشو مره واحده وشو مرتين استغفر الله استغفر الله يا رب سامحني استغفر الله بالبيت بعد حتى بالصلاه ادور كبي طيب تعال الحين اعطيك جلده حقت كسبي مره حلوه كذا جلده ممتازه ابو لا لا ما هذه وين هذه وين هذه خفيفه والله خفيفه سلس والله خبيبه والله خبيبه وش صار لك خبيبه اخوك الكبير يضرب بين متى ما يبغى اخوك الكبير لا اخوك الكبير صح والله ما اعرف اخوك الكبير طيب يا جماعه الخير النيب سليمه خلصنا اغلبها حاولنا قدر المستطاع نحط لكم الاشياء اللي مو مكرره الاغلب متكرره فلذلك عزيزي المشاهد المقطع البسيط هذا راح يكون لكم فيه بلاي ستيشن 5 بحسابي وين بتويتر راح يطلع لكم حسابي يا اخوان بالشاشه كل اللي عليك تضغط على حسابي بتويتر وتسوي تويت للتغريده حقت بلاي ستيشن 5 تاكد طبعا انك متابعني اكيد وباذن الله تكون من نصيبك اذا انت محبوب شكرا استاذ فيصل على المشاهده الحلوه انا صراحه والله صادق والله حتى الله يسلمك الله يسلمك الله يعطيك لا لا ما تستحق الله يعطيكم العافيه شكرا جزيلا لا تنسونا من اللايك والاشتراك اكتبوا لنا تبغون سلسله زياده واكرر الديسكورد يا جماعه ضروري تشاركون فيه وارسلوا لنا الميمز حقتكم مستقبلا بالرومات اللي يكتبون لكم الشباب الرابط تحت الفعاليات مستقبلا بتكون كلها بالديسكورد حقي والجوائز اللي بيني وبينك السلام عليكم يا مان الكريم